السلام عليكم، حمد هاشم هاشمي، طالب قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. اللي جذبني في المهرجان غير التنظيم الرائع اللي متعودين عليه يعني من الجزيرة، التنوع الثقافي والحضاري الموجود. لقينا ناس من مصر، من لبنان، من قطر، من إيران، من تركيا، من كل مكان. ففي تنوع تنوع حلو، فأول مرة يعني أروح مكان وألاقي تنوع إعلامي بهالشكل، وإن شاء الله من هالأحسن.